إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد سادسا قيبت اللحاد الكلام وهذلك ولغو تبابري ضدك الدقانية منهج كان أمصر سلطا العربية بين يديك ثلاث صفحات وحين قرنسا سدح الشيوذ أما سدح بق لا تتضمن مكو بيسو أما مكينيسو تدريبات الكلام توبر كان حق هذا الكلام قفك لغو توبره قيب تاسي مادة لغوية جديدة مادة أما شيء حق اللغة أو عصب كما صدريسو كلمة عصب كما صدري ميسو وإنما يتم وحكو لما يسترمى يأون هالكا استثمار المادة إلا مال قليو مادة دي أما أريدي التي وردت تيكو سو أرورت في الحوارات كل كي هو روضة هذا الكي وضع الشاكيس يقول كي سو أروري أمبا لم استثمار سنية استثمار لغمرت علينا يعني وين مركات بدنا إساقو قفكو كو هالله أو كسم أيو أريدي هورا كلام اسكو حرن وقد جاءت ويتم تدريبات الكلام ليليسيادة حق كلامك قفك اللغو توبر يا أما هذا الكا في صور موقال يقاب يسياب مختلفة تنك لدوان بيكو إمانيسا منها وحا كميدة قاببك اللغو قري دونه تدريبات السؤال والجواب يدو قفك اللغو توبر ايو إنو سؤال عد ويدين كرو هدين لو ويدين إنو كتواب كرو تدريبات تبادل الحوار حوارات waxa lagu tababaraya in is weydaarsi la sameyn karo wada hadal iyo wada sheekaysi inuu dad la sameyn karo oo xiwaarku deesu su'aal iyo jawaab ka badin in wada sheekaysi la sameyn karo dad ayaa lagu tababaraya tadriibatu takmilati naqis fi xiwaaratin waxa lagu tababaraya tadriibatu takmilati naqis waxa ka dhiman inuu buuxiyo fi xiwaaratin wada sheekaysi inuu ku buuxin karo inta meel la baneeyo إنه أنت كذي من بوحيه تدريبات وصف الصورة وحلقوا توابري دونا إنه تلمان كبحية صور هذا القرآن أيضا لقوا توابري تدريبات الاتصال وحلقوا توابري الله يلي سلوه سمعين يا إنه علا حريري كرو اتصال ولا سمعين كرو إنه اتصال علا سمعين كرو أو علا هاللي كرا أما التليفون هكرا هلا أما واحد كستاكرا اتصال علا حريري كرو سابعا قيبت التضبات القراءة وأخرس صفحة ثانية لما بقويان لا تتضمن يدنا مكوبيسو مرسو كرينيسو نصوص القراءة أريادة كقرن أريادة كقرن أخرسكو مادة لغوية شيء حق اللغة أري عصب مكينيسو وجديدة عصب مكينيسو والروعية والإلالية في نصوص القراءة أريادة كتر حق أخرسك التروع كالدوانان بالإلالية وحيابا كلا دوان با لغود دالا إلا كيانو ووحيس قوضا ميدا آنين قون وتدرج إن غير غير أما آير آير قفك كر لوقا هادو إن تحلق هوصل لوقا بلابو إنو دبادنا كورو سعودو أقوان تيسو أي كورو نو أو دبادنا كورو سعودو فجاد ويتمد هادبا كما يلي سنسوع سعوتي يدنا كتمد قيبتان قراءة دون وحي كتمد القراءة على مستوى الكلمة وحا قفك لبرايا inu ereyga ku dhawaaqi karo marka hore waa erey oo waqriyo hadana al qiraa'atu ala mustawa al jumla wal ibara waxa hadana lagu tababaraya inuu akhri karo jumlo ama hadal yaani sentence oo isku xiran iyo ibaarada oraahda ibaaradu waa hadalka uu ne iyo oraahda inuu akhri karo jumlo laga dhigo ereyadii la isu geeyo dabadeed jumladu uu akhri karo hadana al qiraa'atu ala mustawa al fiqra inu tudu akhri karo fiqra waxa weeye wa inta soo jumladood oo dabadeedna qofku mar wada saa akhri karo xiriirin karo marka hore waa kalmad jumlad baa loo rogeyaa jumlada marka jumlada laga dhigana fiqra la yiraahdaa
هذانا واستخدمت وهل أديك سدي عدة تدريبات وهل أديك سدي طور ليلسي أوكل الدون لمفهوم المقروء سوقفك لفهم المقروء شيء الأغري سوقفه فهمه الله تبارك وحي وآخره معنى هذا إنه قرطه أي واستخدمت وحل أديك سدي أو قرن أو كتاب خوي من دونتا عدة تدريبات ليلسي تربضا لفهم المقروء وحي الأغري إنه قفك قرطه أي الله تبارك وحي منها وحكم إذا أجب بالنعم أو بالله وحل أوران دونا وحا سؤاشا كتواب او اما هارده اما ماي دبا اردiga la weydiinaya kolka goor mu ha ama may oran kara waa markuu wixii uu soo akhriyay fahmay uu ha iyo maya sax ma oran kara hadaan wixii la weydiinay fahmsanay qalaane ku jawaab ama waa haade ama may de ajib an al-as'ilati wa hadana iman doonta su'aalaha ka jawaab bal oranaya oo ma aha taasin na'am ya la هاي ما يا ما هو إنه أريكة لكو جوابه مركز أريكة عادي لكو جوابه يسأل أورنيا أجب عن الأسئلة وان هاي ما يا هين وجوابها أسئل كودا قارنوا هاي ما يوم بلقي جوابك را مثلا هذه هل استعمالها هل وحاسسي ذا ما يهي هاي ما يا بعض أوران كرتها هذول لكن لو من هذا كانوا كم هذي لو رأتوا صالحان نعم أوران كريسي كانوا كم بلقي ما هوا أوران كرتها وما يا كانوا وأي بالقول وقصدوا بسها وقالت هذول هل هذا رجل كان من نبى هذا لقول هذا وهذول كرتان نعم أما لا لكن هذول من هذا كانوا وأيو هاي ما يمرن كرتيد ولا ترى هذا وان أما وقبل أما وحكله أما هذو قف هذا قف قرون عينكم أكمل العبارات بأكو شرته وحلو قرن دون هذا لدن دميستر وإنت القرآن يلا قرن دميستر waxa soo dhan waxa loo dhigaya inuu qofku fahmay wixii loo soo dhigiyay in kale saaminan qaybta sidaad waxa weeye alkitaabatu dabadno qoraal inuu qofki sameeyo ku xigi doonta safhatan laba xaashiyood bay noqonaysaa ama laba bug yudarib wuxuu ku tababaraya alkitaabu kitaabkani adaliba ardayga fi wahadatihi alula qaybihiisa hore qaybaha hore ama chapterada hore wuxuu ku tababaraya halkee laga bilaabaya من الأولى وحدد الكوبات أما تبترك الكوبات إلى السابعة إلى التطبات على الكتابة الآلية إنه برطو قرالك يعني قلنك أوكله وحكو قريو حتى يتدرب إلى أخوته وبرطو على كتابة جميع الحروف برقوري ضمان حروف طوح لغوته وبرية استيدي الله باتنك أما سيالة تنك حرف يا عربي أبا لغوته وبرية أمر قرين وقرو مفردة وحرف حرف كليا مجردة وكل ذي ذا أو أحب الله سعون ألف إلى ياء أيار طلقتها بريه بالإضافة وحلقتها ليا إلى كتابة حروف المد حروف تمدك إنه الدبيض نقره يو الحركات القصيرة حركات كأيلة ذي هي قابني يو الشدة يشد شد كان إين لبره أيار طلقتها بريه أمر كوره والتوين لبعض حركنا وطلقتها بريه وقال الشمسية أش الشمسية لا صار له قرار طلقتها بريه وقال القمرية أشق قمرية صلى قرنا ولا قطوا بريا ووصل الحروف حروف تصلى سقوحه مركو راح حرف حرف بالا بري تبعنا حروف تصلى سقوحه هذا لا بريا الله سمي كلمة وحرف بحرف مركو قاب لو قحرو لي قاب كاتدك قرال كسيف عنو يقام باي قان تبعنا قاب كلو حريو مركو حرف حرف قدر يسهل كلا قدر يسهل لو قدر يلا بريا ونسخ الخطابة ونسخ الكلمات يدبنا إنه أري يقرأ marka xurufta sala isugu xiro la baro ayu arayadii qoraya marka hore xaraf xaraf baa lagu soo toobaray yantaqil uu ka kaxaynaya uu ka raraya alkitabu kitabkan bi talibi ardagi halka uu ka kaxaynaya baada dalik inta marku toobaray kadib wuxuu ka raraya qoraalkiisi ila marhalat alkitabati almuwajjaha wuxuu dabadeed u qoraya wuxuu u raraya qoraal macna u jeedo oo macna sameeyay inuu sameeyo marka dambe oo isagu u urin karo hadal macna sameeynaya marka hore xaraf uu baa la baray marka kelmad uu baa la baray dabeedna hadal macna ka dhana sameysmi karo ayuu isagu qoraya marka dambe fi xuduudi ma darso laakiin heerkii uu soo bartay wixii uu soo bartay uu baa marka lagu haynaya wax imanka wali ma aha isaga xaqiisa ka yimidi wixii aad soo dhigatay baa la oornaya samee hadal macna dhalin kara wa tattakhidu
waxay qaadan doontaa tadriibaat al-kitabati al-muwajjaha tababarka iyo leelaysada qoraalka yaani macna u jeeday oo macna sameeyneysa ee qofka yaani isagu uu sameeynaayo suwaran mutaaddidatan muqaal tiro badan baa sameysmi doona minha waxa kamida takwiinu kalimaatin wa ta'biraat waxa la oranayaa waxa sameysa erayo iyo ta'biir hadal adigu yaani aad cabareysa samee adu aad sameeyneysa mowduucyadii laakiin la soo baray umbu ka hadlayaa un kitabatu kalimaatin tahta suwarin waxa la oranayaa sawirro meel ku yaala la oranay kalimada ku qor ku hoos qor midal ama magacooda qor ama waxa soo kale qor tartiibu kalimaatin kalimada la oranayaa isku hagaaji kalimada isku dhaxdaatan ee la oranayaa isku hagaaji oo isku beeg li takwiini jumlin kalimadaha si looga sameeyo jumlado kalimadaha markuu waa loo daa kalimadaha meesha lagu dhaxdaadinaya iskuma toosna waa la iswaydaarinaya hadii midba midkeeda lala doonto jumladaha soo baxaya jumlada ka samee baa la oran doona takmilatu jumlin jumlada qaarkood la oranayo dhameystir inta badan la qoranayo bar kale dhameystir waa soo dhamaado tadriib kala duwan min faraagaatin waxa la oranayaa meelaha maran buuxi meelaha maran buuxi ee wax ka maqan yihiin kelmadaha maqan kusoo dar waxay kala yihiin alif iyo ba iyo jiim iyo daal iyo ha iyo waaw maxay intaas oo dhammi sheegayaan waa tababarada kala duwan imlaau mufradaatin waxa loo yeedhinayaa kelmado mukhtaaratin oo la soo xushay oo ku jira fi lwaxdaati alaaati alakhiira saddexda jabtar ee u dambeysa oo toddobada hore ma aha saddexda u dambeeya erayo lasoo xushay oo yeeris ah oo dusha ka qoraya baa ku jira halkana waxaanu ku qaadanaynaa arrumuusu almustaqdamatu fi lkitaab halkan waxaanu ku qaadanaynaa waa tilmaamaha la adeegsaday ee la isticmaalay kitaabkan dhexdiisa calaamada weeya rumuustu calaamadahaas waad eeganaysaa halkaa arramsu baa ku qoran calaamadii halkana dalaalatu macnihiisa baa ku qoran waxa uu tilmaamayo halkaa waxaad aragtaa rekoord ba halkaa ku qoran rekoordkaas waxa istamic dhegayso oo qayb dhegaysa bay leedahay halkaana kitaab kala furan baa ku qoran macnihiisu waa iqra akhri ba ujeedaa halkaana qalin iyo gacan yaroo haysaa ku qoran marka uktub waa qor ayuu macnaheedu ujeedaa halkaa ilbaa ku qoran waa undur eeg ayuu macnuhu ujeedaa halkaa qof afkiisa wax ka baxayaan ayaa ku qoran waa takallam hadal oo ku hadal waxaan halkaana waxaa ku qoran laba calaamadood oo muhalath oo dhinaca ujeeda taa macnaheedu waxa weeye ixaalatun lilmufradaati almusaanida haddii calaamada aad aragto numberkeedan waa la raacin doonaa wuxuu ku odhan doonaa kelmadahan kelmadihii taageerada ahaa ee xagga dambe kitaabka ku yaalay ka doono waxaad uga baahan tahay oo ka soo xulo xaashid halkaa ka eeg buu ku odhan doonaa waa markuu intuu kuu diro tacbiir inaad wax samaysa uu doonayo ayuu calaamadaa dhigi doonaa safxaddana wuu qori doonaa tiradeeda rasuulna xaashidaa eegoo ka faa'iidayso markaad waxaan soo samaynaysa lagaa doonayo marka calaamadahaasi saasay u qoran yihiin intaa waxay noogu dhammaaday horodhici baa inoogu dhammaaday ama muqadamadii halkan inta ku xigto oo dhammi waxa weeyaan waa fahriskii aad kitaabka ka baadhinayso imkayo akhriskaagama baahnee halkaad kitaab mawaadicda markaad baadhayso ayaa aad ka eegan doontaa waxaa kugu horeeya attaxiyatu watacaaruf barida iyo isbarashaa ugu horeeya marka waa imanka fahriskii oo xagga hore lasoo dhigay oo markaad kitaabka eegayso mawaadicdiisa aad ka helayso wax imanka akhrisa kaagama baahna intaas haddaba alwaxdatuluula waxaanu qaadanaa jabtarkii koowaad haddaba attaxiyatu waa barido iyo watacaaruf isbarasho ayuu ka hadlayaa waxa markaa ay tahay alwaxdatuluula waa qaybta koowaad wey alcardu markaa bandhigii bayna suqad hadalkii baa lasoo bandhigaya waxa wey alxiwaaru alawal wada sheekaysiga u horeeya wuxuu leeyahay wataa ishii uu kuu sheegayo halkaa kugu qoran halkana rekoordka waa kan kugu qoran deedna muxuu ku yihi undur eeg soo ilka muu hadlay eeg waxan wastamic dhegayso qoraal akhrisan dhegaysana wuu leeyahay waacid aadna markaa kusoo celi markaad kolka hore eegto eed indhaha ku aragto ee aad dhegaysato dayeedna aadna kusoo celiyo akhri waxa wey khaalid nin kale ilaaba hadla wuxuu yihi nin kaluu la hadlay wuxuu yihi assalaamu calaykum nabadgelya dushiina ha ahaato khaliil wuxuu yihi wacalaykum assalaam idinkana nabadgelya dushiina ha ahaato khaalid baa wuxuu yihi ismii khaalid aniga magacayga khaalid baa la yidhaahaa maa ismuka adiga magacaagu waa maxay khaliil wuxuu yihi ana khaliil ana khaliil baan ahay khaalid baa ku noqday wuxuu yihi kayfa xaaluk bal iska waran sidee tahay
خلينا نروح بخير وانا نسنه هاي والحمد لله إله بانه وانا قار هاي استكون مهتم أيوه وكيف حالك أنت أدنى حالة هذا إيوه بل اسكورن أرمها أدنى سيدات هاي خال بالي بخير أنا وانا قبان كوسو قار هاي وانا نسنه هاي أنا بخير بك أنت وان في عان هاي والحمد لله إله بانه مهتم كله هل كاسوا حوار كي كوبات أو تبتر كي كوبات كم إذا الحوار الثاني ندول بوح نسكوجين لحين لجو كينيو الحوار الثاني وحوي وضع الشاكيسي قلبات وحكون وطا إشي ريكورد كهدنا إيه انظر إيغو واستمع دقيسو واعدك سوء المركة دماء أدو خولة إيه مكا وحو كيني مر والبو وحو كيني دونا حوار والبحرق يدو مر بوكري كيني دونا لبدا سلبان نمبا أهاي وحلقو طوبري دونا وحيا بحرق يدو مركة كيني دوينهين خولة واحد تري السلام عليكم نبت قدوش إنها أهاتو خديجة واحد تري وعليكم السلام نبدأ ندش النهاء هذا وارد رقتها مدرب صور هذه بقى قرر رق يده مركي مدرب وسيف همته خولة واحدة اسمه خولة أنا خولة الله إلى هذا ما اسمك هذا ما قعوة كما خولة واحدة تري خديجة واحدة تري اسمه خديجة أنا ما قعوة خديجة خولة واحدة تري كيف حالك هل كأهل يسوق اللي بدي وطها كيف حالك أبوها أنكم إمكانا كيف حالك هذا حالة هذا بالكورن خديجة واحدة تري بخير وهو ناقصنا هاي والحمد لله إله بعناكم هاتن وكيف حالك أنت؟ هذه أنا حالة هذا كورن أنت أبوها أنك قبلنا وأنت خولة واحدة بخير وهو ناقصنا هاي والحمد لله إله بعنا ما هذا يسكله الوحدة الأولى بمولك كرنا الحوار الثالث وهذا الشيء كيسك صدحات انظر إيج واستمع دقيسو واعدك سعلي باكستان يا تركيا أيها الكاكو قررنا لبطل تدك خل الدونة أيها لبطل نقونا يا محمد وحولي السلام عليكم نبقل دوشي نهاهات شريف وحولي وعليكم السلام إذن كان نبقل دوشي نهاهات محمد باوحولي من أين أنت حقيد أدوه كتمد شريف وحولي أنا من باكستان تلك باكستان من كيم محمد باوحولي هل أنت باكستاني أتكتمد دي من باكستاني أو باكستان رسيباتاي شريف وحولي نعم ها أنا باكستاني أنا غير باكستان أبانا هاي وما جنسيتك أنت أدق إسركا وام هاي جنسية دوا دلكاغ أدق دلكاغ يجنسية دلك سوشي دوام هاي محمد وحولي أنا تركي أنا تركي بانا هاي أنا من تركيا أنا قو تركي بان كايم ورطا أنا قو تركي بانا هاي تركيا نوان كايم شريف وحولي أهلا وسهلا سودوو أهلا وسهلا سودوو الحوار الرابع وضا الشاكيس أفرادو حوي انظر إيك واستمع دقيسو وأعد بركات من كسو علي مريم وحيت السلام عليكم مروا البركة يدو بركات سويس تبصع عندنا السلام عليكم مرغاسي وحيت زينبنا وعليكم السلام نبدأ دوشي نها أهاتو مريم وحيت من أين أنت هل كازيك قدو أنت حقا أدو كتمت زينب وحيت أنا من مصر وحن كان مدلك مصر مريم وحيت هل أنت مصرية أدو مصريات باتهاي زينب وحيت نعم أنا مصرية أنو قبر مصر ولا تبانهاي وما جنسيتك أنت هذا أنا إسركا وأهلك حقيت كسو شيء ده مريم وحيت أنا سورية أنو وحن أهاي قبر سوريا ولا تي أنا من سوريا أنو سوريا أيان كيمت زينب وحيت أهلا وسهلا سودو الحوار الخامس وحوي واو الشاكيس الشناد انظر إيج واستمع دقيسو واعدك علي أحمد وحول السلام عليكم نبدل دوشي نهاهات بدر بالي وعليكم السلام إذن كان نبدل دوشي نهاهات أحمد وحول هذا أخي قف خلو صدحات بي مخبرية مكا اللبا إسبرنا ييبا مركي وخوري لينوشيكي إما كان اللبا لا يسبرية وصدح قف نغنيا وحول أحمد هذا أخي كريوا ورالكي صدح يقف صور كودنا وقوات الكيسو هو مدرس ومعلن بدر باو حولي كيلا بريوي اهلا وسهلا سودوو احمد باو حولي مدر بينك كلاو شيغوي هذا صديقي كنوا صاحبكي هو مهندس وان انجينيرا الاخ ولالكي با دبنيري اهلا وسهلا سودوو احمد باو حولي مع السلامه نبت قليو بدر باس نو حولي مع السلامه نبت قليو امر كلا كلام بحي الحوار السادس وحوي وضع الشيكيسك اللي حاد كاسا وقدم بين مرك الله إيجا شابتر كان انظر إيج واستمع دقيسو واعد كعلي ندى قبرنا لواحد تري السلام عليكم نبي قلت دوشي إنها نقطة هدى أبا واحد تري وعليكم السلام إذن كان نبي قلت دوشي إنها أهاتو ندى أبا واحد تري هذه تاني أختي ولا شيء هي طبيبة وقبرنا اخترى هدى واحد تري أهلا وسهلا سولو ندى أبا واحد تري يدها مرة بعد كون نقطة هذا الكي هذه صديقتي تنوى صاحبتي هي طالبة وأرضيت
الأخت ولاسي أمركاتري أهلا وسهلا سودو ندى وحيتري مع السلامة نبت قليو هدى وحيتري مع السلامة نبت قليو وحن نمكبلا بإن وحي لون شري تمارين تا أما تدريبات المفردات إرياضة وحي نسوق قادرين ميشو كتشرة إرياضة وحن نبالا صورنا العرض وصوبندك انظر إيق واستمع دقيسو واعدك علي إرياضة مدرس باي نوغو جيري وا معلم طالب طالبه ارديد باي نوغو جيرتا طبيبه waxay nuu jirtaa dhaqtarad muhandis baa nuu jiraa oo injineer ah akh walaal baa ku jiray ukht walaal baa ku jirtay sadiiq saaxib baa ku jiray sadiiqatu saaxibad baa ku jirtay ana baa ku jirtay ana baa ku jirtay oo laba goora anta iyo anti adiga oo nina iyo anti adiga oo gabadha baa ku jiray hada kana ku jiray oo ismu ishaaro isbu wax lagu tilmaamo oo rag lagu tilmaamo ninka kaliya hadii tan oo gabadha qoro lagu tilmaamo huwa oo qofka saddexaad ee maqan qof laga waramay ama ha jooga ama maqnaade ayaa qofka laga waramay ee ayaa maartay ayay tilmaanta rag ah huwa isagu iyo hiyeeyadu oo gabadh laga hadlayo oo midran ee iyaduna dumar oo kaliideed Pakistan baa inoo gudso dal ah Turkiya ayaa inoo gudirtay oo iyaduna dal ah Misr baa inoo gudirtay Misr oo dal ah Suuriya oo dal ah Pakistaniyun waa nin Pakistani ah Turkiyatun waa gabadh Turkiya Misriyun waa nin Misri ah erayadaas ku jiray taasi waxa la yiraahdaa waa mufradaadkii erayadii oo la doonayo qof inuu in badan akhriyo in badan qoro dabadeedna uu xafido atadriib ee hadaba tadriibka koobaad istamaac dhageysoo markii hore oo dhama waxa jira ee ajirad akhriyaysa ba jirta thumma dha calaamada sax fil murabbi al munasib munasib marka dhageysato thumma dha waxa dhigtaa calaamada sax wadalka calaamada tigare calaamada saxda waxa dhigtaa في المربع المناسب أفرقيسك أما لبتبارنها كهبون لك كور مركا إيك واحد إيجي سأصور هذا إيك سو كو الله بصدح تروين كاملها صور هذا هل كان بها هل كان لقود إيجي مركا إيسو إيغو ترسو إلا ساسي كوكو قريه صور هذا صور هذا هل كان كوكو قريه إلا لحي طبان صور ويا كون إلا سقالة طبان صور نيهين iyaguna noqonayaan isu eego nambarka kow oo kale ka soo qaad kow oo kale masaxba mise waa qalad baa lagu oranayaa hadoo fiirso masaxba mise waa qalad imiga nambarka koobaad waa qalad wuxuu qalad u yahay xagan ka soo tiri ka haadaad ku hoostaa la weeyaan ee xagan marka nambarka koobaad ma aha nambarka koobaad ma aha qalad ba kaas kale lagu qoraya sax lagu ma qorayo inta saxda aad sax ku qoraysa waan su eegaysa nambarka la siiyay halku ku jiraad eegaysa haduu ku saxay markaad isu tiriso waa sax hadaan u saxnayno waa qalad atadriibu saari waxa weeye tadriibka labaad ama laylista labaad ashar waxa tilmaan ka bixisa ila suurati sawirka alati suurada tasmucu ismaha sawirka aad magaciisa maqlayso waa marka ajalada dhageysanayso ayuu markuu ku dhawaaqo ajalada kaga dhawaaqo midalan farta saar buu ku leeyahay sawirka lagu dhawaaqay waa sawirka halkan ku qoran imka imka dhawaaqay inoo ma qorna laakiin wuxuu ku leeyahay marka lagu dhawaaqo waa inaad fahamtaa tadriibka macnihiisa marka lagu dhawaaqo ka lagu dhawaaqo farta saar ee macalinku uu ku akhriyo ashir tilmaan ila suurati sawirka alaatay suurada tasmacu aad maqleyso kolba ismaha magaceeda tama calan ku dhawaaqayo kolba farta saar ba waa qaybta labaad ta hore alif ba tadriibkaas oo qaybsan alif iyo ba tadriibu saari wuxuu qaybsamay alif iyo ba alif wuxuu noqdaa ashir ila suurati lati tasmacu ismaha tilmaan oo farta ku tilmaan sawirka aad magaciisa maqleyso ba tadriibka qaybta labaad waxa weeye qul waxa tiraahda isma suurati magaca sawirka alati yushiru ilayha oo tilmaamayo almudarrisu macallinku muuqaal bay leedahay waan soo maray oo la daawan kara markuu macallinku saafarta ku yiraahdo aduu xataa waa sawirkaasi waa hebel leh markii hore macallinka akhriyaya dadna adaa farta saaraya sawirka waa tahore tan damana saasun boonaya ma hadlay oo farta mu ku fidinaya markuu farta saaro waa waxaa dhahay aduu akhri magaceeda akhri kolku magac ku dhawaaqan aduu farta sawirka saar waa tahore markuu isagu farta saarana magaceeda adigu sheeg oo muxuu ku yiri qul waxaad tiraahdaad ku dhawaaqdaa isma suurati magaca sawirka allatii sawirka yushiiru uu tilmaamayo
إليها صورك المدرس معلم كنت أوفرت كوف في دين المركز سائل هذا قوة حتى هذا وحا ما يعيشك وحا وهي مفردات إضافية إما كوحا كان يهلكن أرياء أن كترين أرادة إضافية oo lixdi xawaare inoo soo marnay imka erey aan ku jirin oo siyaada aweeyaan oo la doonayo qofku in ereyada uu xafitay carabiga uu yaqaan ay bataan al ardu ereyadii baa la soo bandhigay hadaba undur eeg ereyada wastamic dhageyso waa aad ku cali waxay kala yihiin waahid maayna soo marin waahid isnaani salaad waahid ku isnaani laba salaad tun waa saddex arbaac tun waa afar khamsa tun waa shan intaas oo erey hore inoo gumay jirin hadaba atadrib ku baa lagu toobaraya سيلا قوتها وبري سل حريري بين العدد ترد أيه وصورة المناسبة يصور كفوها بون هل كان أثر كيسوس وما أرجتيد وهل كان كتيرة هل صور وكتيرة بوق باق قرن وامد واحد كا الله حريرنا يا ككل حجرا واحد كتيرة شن خمسة دال الله حريرنا يا صور ككوسي حجرا أفر باق قرن بوق أفر تال الله حريرنا يا ككوسي حجرا واحد قرن لبا أكذا لبا دال الله حريرنا يا كأودن بيا صدح بقى كقرن صور كلا لحرين يا أو مدو اللي هو يسلا هذا هاي كميت كقرن هاي مدك حريق وقارسي كاشن تكقرن تاشن تلا حريري كأفر تكقرن تاي أفر تلا حريري ويسكو بيجي يسلو يم بيجو كالباد تكقرن تاي لباد الله دهونو كصدح تكقرن تاي صدح الله دهونو وصاي سلا دهونو التدريب الثاني وتدريب كالباد رتب الأعداد يسكو هجاتي تروين كن قيمة صراحة قرن لبا صدح كو شن أفر ساسة وقرن تاي تيسكو ما هبا يسنوا دوك تاي ترى دواتا قرن سيسوا بيسن تدي بقو قربو كوري هكنا ما هاكو قرن صدح بو كبلا صدح كو بهدنا كو حكتا لبا كو سي حكتا شن با كو حكتا أفر با كو حكتا ترى صلو أخر يوات قرن ساي كو انتاد كبلا وضو سيدي دي سو وحد والي سو إداري التدريب الثالث وحوي والليس كصدحات أشرت الماء إلى العدد ترى الذي تسمعه ترى عاد مقلسه وارمي خوله وقاكله هذا صدح كوله وانا فرت صارته صدح هذا شن إلى وانا سنت صارته قل قال أفر إلى أفر تصار مران خوله وقاكنا ترى فرت صار بكله وهم كانوا شقيا عشردن أولي هاي داوشن أولي هاي آخر سكن أولي هاي قاموس أولي هاي قيمه بقمت بقوت المامية أما مركب كسبور دلوق قرا معلن كبا كقرا أيها الدبنا أرنا الفرت الثالث سنو أخرية هذا نأتي تدريب الرابع كأفراد وحوي قل العدد المشار إليه واحد ترى هذا إما قاضي وشيكتها ترى ذا الله المامي إما السؤال هان اسمه أرنا صبرون ما هينه فرت عن صاو صاريا هذا أرنا يو أوحى مثلا إما شنت عن صاري وهذا بس خمسة مرة صاروا هذا مثلا واحد صاريا صدق هذا صار ثلاثة وصار ما هو صاريا أنو أظن هذا سوا هذا أخرية هذا هو صاريا كان سارة وضخريسة كان سارة وضخريسة التراكيب النحوية إما كوحة نسمعين تراكيب أما جملوين حق النحو ده التدريب الأول واك كوبات تبادل 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 السؤال تبادل ويدارسو السؤال وحويدين يولي جواب جواب علين مع زميلك صاحبك اسو ويدارس ده كما في المثالين صلبا تصار إما قلقو الشيقي qaybta hoose ku wada sheekaysta adiga saaxiibka oo waxna iska weydiya waxna isaga jawaaba tusaale horta lagu siinaya al mithal al waahid tusaalaha koobad waa maxay waa ta waahid baa ku qoran ta waahid wa ardaygi koobad weeyaan talib waahid weeyaan ardaygi koobad muxuu yiri hal anta pakistani aduma nin pakistani ah baa tahay da thani taada labaad wuxuu naxam ha ana pakistani ana pakistani anu nin pakistan u dhashay baan ahay المثال الثاني وهذا نقولي تصالها لبعض تصال طاء واحد أرديك وهذا حوري هل أنت باكستانية تون مر والبا مؤنث مذكر باستوى صلا قبل با واحد كتير هل أنت باكستانية تون أذوق ما قبل باكستان ولا تبعت هاي طاء الثاني وأرديك لبعض أرديك دي لبعض با واحد نعمها أنا باكستانية تون أنا واحد هاي قبل باكستانية ده كل كهارين كهذا ويدين يسوي كسرت باكستاني بها مركز ما قبلنا ويسوى باكستانية تون ويه haddaba imanka waxa ku qoran turkiya dalka turkiya ayaa ku qoran turkiyum ba hadana ku qoran nin turkiya hadana kan sawirkan waa maxay turkiya tun gabar turkiya hadana ka waxa ku qoran misr ba ku qoran dalka misr misriyun nin misriya hadana waxa ku qoran misriya tun gabar misriya
سوريا يا أركان هذا القرآن سوري ينين سوريا هي سوريا تنقبر سوريا هذا واحد سؤال كسم إذا أدو قبل وين تنضم به واحد هذا مثلا سيوكله هل أنت تركي أدو من تركيا باتهاي وصل نعم أنا تركي بورنا من تركيا باناهاي وهذا أنا كحكتة هل أنت تركية تون بقبر دونيسا ما قالوا تركيا باتهاي وصل نعم أنا تركية تون أنا تركيا باناهاي وعكسه حكتة وهرنا يا هل أنت مصري أدو من مصري باتهاي نعم أنا مصري أنا مصري أنا هاي بورنا يا وهو كحكتة هل أنت مصرية أضم واحد يقول مصرية نعم أنا مصرية بونس وحلونا هذانا هل أنت سوري أضم أنا سوري باتهاي وهنا نعم أنا سوري أنا سوري باناهاي هذانا حلونا هل أنت سورية أضم قبر سوري ولا لا تباتهاي ولا سان نعم أنا سورية أنا وحنا قبر سوري ولا لا تي تدريب كأنت هارة أيوة ما أنت نقول لقو سرينا ياهم التدريب الثاني قيل تلا واضح ويه هات الجملة جملة كان أضوه إمكا أت سمايسو والحق هوري كسوق قاطه كما في المثال سب سلام قرن أريد هراء سوق قاطن كرتها كتاب قاط صبرتي المثال تلوح ويه هذا أخي كان هو ورالكي وهو مدرس ومعلم مركا أخ هي مدرس وقال بعض ذي ثور هذا أخي هو مدرس كان هو ورالكي وأنا معلم هذا المحا قرن أختم باقرن الله يسأ هذه أختي كان وحويان وولا شيء هي مدرسة ومعلمة ومدرسة وتعصوي كقرنتها هذا كان صديقي وصاحبي هو طبيب ودكتور إما كم حالك قرن أخت مدرسة صديق طبيب طبيبة صديق صديقة طبيب طبيبة أخ مهندس أخت أخت طالبة أنت هراد أنا كرتها هذا أخي كان وولا كي هو مدرس ومعلم هذا كان صديقي وصاحبي هو طبيب ودكتور هذه صديقتي تنوى صاحبتي هي مدرسة ومعلمة هذه صديقتي تنوى صاحبتي هي طبيبة ودكتور هذا أخي هو مهندس وإنجنير هذه أختي تنوى وراشي هي طالبة وأرضيت ساسات أصبحت أدوك مركا وهذه الجملة قلني التدريب الثالث وحلالي كصدحات تبدل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال اسوي وكالك اكو قري علامه وتا و هو قري و هو صفحه 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 كايغ صفحه صدحات 328 انت حقا ما اورغتو كايغ هلكا ساد كيل دونتا اريو اد استعمالس وقال ادو واد لهدا سميسن كرتا كون واد سمين كرتا التدريب الثالث توبركا اما ليلسك صدحات تبادل السؤال سؤال سوي دارسده والجواب يجواب مع زميلك صاحبك كما في المثال سأقول قرن تصالحا المثال الأول أما المثال تصالح طاء طاء واحد يعني أردقي كوبات من أين أنت بدي بديد وحويدي من أين أنت حقيقة أضوه قتمت ضاء اثنين أردقي بدي أنا من باكستان أنا باكستان بانكايمت أنا جوا هنكاي باكستان بانكاي. مركب باكستان أنت باكستان باكو قرن. تركيا هي سوريا هي مصر. أنت هي تركيا هو سوريا هي مصر أنت باكستان. ولا صارونا يا مثل هذه سؤال السويدينيو من أين أنت بقرن يا حاجة كتير سؤال أنا من تركيا أنا تركيا هنكاي. بقرن يا. ولا صارونا مثلا من أين هو أقول سوكي هو من سوريا سوري كيم من أين هي هل كيدو كتمد هي من مصر مصر بيك كتمد من أين أنت حاجة أدو كتمد أنا من باكستان أنا باكستان ما كيم جملة دبنا أصلا من سأدو التدريب الرابع وحوي ليلسك أفراد هاتي جملة كما في المثال جملة كانت تصارعن كقرن المثال وحوي أن تصاره اسمي خالد بوري أنا خالد بنا وخالد كاسا أريجاي لو سايد واحد تنوح قرار كان خليل أنا اسمي خليل بقرن كرا قف مقعد هو خليل خديجة بقرن اسمي خديجة اسمي هو خديجة محمد بقرن قرن أنا ما محرن اسمي محمد مقعد هو محمد فاطمة اسمي فاطمة يعني أريد أسوي استعمال كريا التدريب الخامس تصارها ليلس كسناد وحوي هاتي جملة كما في المثال واحد كان تاع جملة ست تصارها كقرن أو كلام المثال أنا تركي أنا تركي معنا هاي أنا من تركيا أنا تركي بان كأيمت مركها كنا واحد كقرن تركي تركيا
halkan waxa ku qoran Suuriya iyo Misr iyo Pakistan. Waxa la oranayaa marka ana Suuriyun, nin Suuriya baan ahay, ana Suuriya tunga gabadh oo martaa anigu waxaan gabadh Suuriya, ana min Suuriya, anu Suuriyan kayn. Halkan Misr baa ku qoran, ana Misriyun, anu Misr baan ahay, gabadhina ana Misriyatun, anu gabadh Misr u dhalatay, Masar u dhalatay anahay, ana min Misr, anu Masar baan kayn. Pakistani iyo Pakistan baa halkan ku qoran. Ana Pakistaniyun, anu waxaan ahay in Pakistan u dhashay, ana min Pakistan, Pakistan baan kayn. Turkiyatun baa halkan ku qoran. أنا تركيا تون أنا واحد جبر تركيا أنا من تركيا أيان كيم أنا باكستانية تون بالأوران كرا أنا واحد جبر باكستانا أولاد تي أنا من باكستان ما كيم واحد أكتبه كوري صفحة الكوبات ما بقولي استحيز ديتن كأك بقوليه صدق بقولي استيت صدق بقولي كوبيس ديتن صدق بقولي كوبيس ديتن إما كان ملخص تراكيب جملة دي هي أرقام بالاسو أوري وهي كشري مهمها مركها كام حاكو قرن ana iyo anta iyo huwa ba ku qoran erayada isticmaal karaya marka waad oran kartaa marka ku toobaranayso ana daalibna anu arday baanahay ana mudarrisna anu macallin baanahay ana tabiib anu dhaqtar baanahay ana misriyo anu masar u dhashay baanahay ana turkiyo anu turkiy u dhashay baanahay ana suuriyo anu suuriya u dhashay baanahay waad oran kartaa kale anta daalibun adu arday ba tahay anta mudarrisun adu macallin ba tahay anta tabiibun adu dhaqtar ba tahay anta misriyo adu misri ba tahay anta turkiyo adu turki ba tahay anta suuriyo adu suuri ba tahay هذا هو باب قرآن مدر بواط مرنس هذا هو تابرته هذا هو طالب سقوى أرضي هو مدرس سقوى معلم هو طبيب سقوى دكتور هو مصري سواء مصر ولا شيء هو تركي سواء تركي ولا شيء هو سوري سواء سوري ولا شيء رقم كوبين تساق قرآن رقم خلابادك أنا يا أنت يه باب قرآن رسول الله أنا طالبة وسقوى مؤنثة أنا يا أنت باب قرآن يه هي أنت يه هي ويكوكل دويهن أنا نواس كجمد ninka iyo gabadha mid walba waa ana markuu soo hadlayo haday dad bayna waa nahnu inta waa kamid kuma qaybsamaan laakin anta waa ninka antina waa gabadha huwa waa ninka laga hadlayo hiyana waa gabadha laga hadlayo waxaan isla markaa ana taalibatu ana ardayad baanahay ana mudarrisatu ana macallimad baanahay ana tabiibatu ana dhaqtar baanahay ana misriyatu ana gabadh misriya baanahay ana turkiyatu ana gabadh turkiya baanahay ana suuriyatu ana gabadh suuriya baanahay waxa hadan la oranayaa anti taalibatun adu gabadha ardayad baad tahay anti mudarrisatun macallimad baad tahay anti tabiibatun dhaqtar baad tahay anti misriyatun adu gabadha misriya baad tahay anti turkiyatun gabadha turkiya u dhalata baad tahay anti suuriyatun baad tahay hiya baa hadana raacaysa hiya taalibatun iyadu waa ardayad hiya mudarrisatun iyadu waa macallimad hiya tabiibatun iyadu waa dhaqtarad hiya misriyatun iyadu waa misriyad hiya turkiyatun iyadu waa turkiyad hiya suuriyatun iyadu waa suuriyad saasaa loo oranaya haddana wuxuu sheegay markii qofka la sheegay min ayn meeshu ka yimid la soconaya min ayna anta adu xageed ka timid min ayna an min ayna anti adu gabadhii xageed ka timid anta waa ninki antina waa gabadhii min ayna huwa halkuu soo ka yimid ninku min ayna hiya halkee adu ka timid min ayna ana xageen anigu ka yimid haddana qaybta afraad ana min baa ku qoran waad arkaysaa qorantay ana min Pakistan anu Pakistan baan ka yimid ana min Turkiya anu Turkiya ka yimid ana min Misr anu Misr baan ka yimid ana min Suuriya anu Suuriya ka yimid anta baa lamida anta min Pakistan adu waxa ka tid Pakistan ana min Turkiya anu Turkiya ka yimid ana min Misr 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 ayaan ka yimid ana min Suuriya ka yimid huwa baa raacda huwa min Pakistan buu ka yimid huwa min Turkiya buu ka yimid huwa min Misr Masar buu ka yimid huwa min Suuriya Suuriya ka yimid hiya baa hadana raacaysa hiya min Pakistan baa ka timid hiya min Turkiya ayaa ka timid hiya min Misr ayaa ka timid hiya min Suuriya ayaa ka timid hadana waa raac hal anta oo iyaduna su'aal kale ah هل أنت باكستاني؟ تنعم يا لها لا لقيت شواطن. هل أنت باكستاني؟ أضمن من باكستاني باتاي. هل أنت تركي؟ أضمن من تركيا باتاي. هل أنت مصري؟ أضمن من مصري باتاي. هل أنت سوري؟ مركها أموال نعم أموال لا سوري باتاي. أنت برا هذا. هل أنت باكستانية؟ أضمن باكستانية باتاي. هل أنت تركية؟ أضمن تركية باتاي. هل أنت مصرية؟ أضمن قبلها من مصرية باتاي. هل أنت سورية؟ أضمن سورية باتاي. ونعم يا لا كل لقيت شوابو. قيبتا اللي حادو حوي نعم بامر خلونيا نعم وجوابتي أنا باكستاني أنا تركي أنا مصري أنا سوري أنا أنت أبو أنا هاي قربت لوي ديو هذا هو رأي سكبرني أنا باكستاني تون كبر باكستاني أبو أنا هاي أنا تركي تون كبر تركيا أبو أنا هاي أنا مصري تون كبر مصري أبو أنا هاي أنا سوري تون كبر وحنا هاي سوريا دا قيبتا تتوضح وين هذا إيه هذه هذا أو نكنا إيه هذه أو كبرنا هذا أخي كان هو ولا الكي هذا صديقي كان هو صاحبي هذه أختي كان هو ولا شيء هذه صديقتي وصاحبتي
يلا ورنيا مغازا وحر عني اسمي خالد مقعي هو خالد يحن سيدنا اسمي خولة مقعي هو خولة اسمي خليل مقعي هو خليل اسمي خديجة تبع ورنيا سادة قبرتها وحا صورمي وحا كميدهين تدريباتك ايه لغوتها وبرنا ايه كالدوان ايه مركو ان بضان قفو اخر ايه ان بضان اقره مسكح ديسة سفي عن أولا قبصان إيسو والله أعلم بالسواب وبالله التوفيق.